صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه مرسوم رقم 62 لسنة 2022 بتعيين أمين عام التظلمات في وزارة الداخلية وذلك بناء على توصية وزير الداخلية وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء جاء فيه الماده الاولى تعين السيده غاده حميد حبيب احمد حسن امينا عاما للتظلمات في وزاره الداخليه بدرجه وكيل وزاره وذلك لمده خمس سنوات قابله للتجديد لمدد اخرى